تخلص المي. هلأ بتجي غندورة بدها تملي خطي. يا نعورة شوي شوي رح تخلص المي. هلأ بتجي غندورة بدها تملي خطي. يا نطور النعورة ملي للجراتر مكواي عالتنورة والباب نسيتو مفتو. بتجيني يا غندورة متل طيور المي. بدنا عهم نعورة نقعد نحكي شوي. عبالي طول المشوار لكن ما بقدر يا راي. تربت الطبخة فوق النار وامي هلأ مش بالبي. بنطر عالنعورة تاتيجي غندورة. وغندورة لما بتجي مجيتها صغيورة. هالشر بعبيها وبالبيت بفضيها تا ارجع مرة تاني من عندك مليها. بفزع يا غندورة يجيلو شي يوم تنسي هالنعورة. صباحك ميساء. يسعد صباحك سالي. صباح الخير وصباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه اللي انضموا لنا برحلتنا الصباحيه لليوم. رح نرافقكم ضمن ساعه من الوقت مع ضيوف ومعلومات بتهمنا وبتهمكم. اكيد الثلوج غطت الجبال والهواء بارد. ديروا بالكم منيح على حالكم وبنتمنى الصحه والسلامه للجميع. وبدي ارجع جدد التحيه على ميساء. صباح الخير. يسعد صباحك عن جديد سالي. يعني الاجواء كثير بارده ولكن في انت الصبح كان احلى شغله انه شفت قوس قزح اول ما كنت طالعه من البيت. فحسيت اليوم انه كثير عطاني هيك شويه امل. يسعد صباحكم ان شاء الله. الامل رافق دربكم كيف ما توجهتوا يا رب ويكون هالصباح وهاليوم كله خير وصحه وسلامه عليكم. مثل ما قال سالي حيكون معنا مواضيع كثير عديده ببرنامجنا الصباحي لليوم. عم نطلع عليكم من مطعم بابيليتو. لاقونا بعد الفاصل. اليوم ميسان مع التميز والإبداع ووصول المشاركين من الطلاب في الأولمبياد العلمي السوري إضافة إلى إطلاق المنصة الإلكترونية للمراجع في ظل الظروف الحالية. خلونا نتابع وصول المشاركين بالمعدة التالية. المنصة بالنسبة لنا هي حالة لازم تكون دائمة كل العام. هي بتساعدنا على أنه نكون في عدالة بالتدريب ونوصل لكل المحافظات، لأنه في محافظات الحقيقة ما منتشر فيها الأولمبياد كما نرغب وكما نأمل. فالمنصة رح تكون مفتوحة للجميع، بيكون عندك حساب وبتفوت وبتحصل على المراجع. اثنين، هي مفيدة بحالة الكورونا لحتى إمتى ما عنا اختبارات لنعرف مقياس أقياس الطلاب أنه هن مواظبين وعم يدرسوا وعم يتعلموا، فبتساعدنا على أيضا مراقبة المستوى العلمي لإلهم. وبالتالي هاي المنصة هي شيء عم نشتغل عليه من فترة والحمد لله السنة ومع التصفيات النهائية عم يأقلع للطلاب. ونحن اليوم عم نعطيهم أكسس تجريبي على المنصة يفوتوا ويجربوا ويتعلموا عنا ويسألونا عنا باعتبارنا موجودين سوا. المنافسة رح تكون قوية من بين الطلاب وبين المحافظات، يعني بصراحة إنه بكل محافظة تدريب. فهلا نشوف شلون إنه
شلون رح نحصد تدريبنا، شلون رح نحصد النتائج. السنة كان في نوع جديد من التنظيم تحديدا بظروف الوباء المستجد. كان طريقة التنظيم كانت مميزة من حيث كنا منفوت على الغرف منلاقي أغراضنا موجودة كلها، وبنفس هاي الجاهزية كمان جاهزية الطلاب. السنة كان تدريب أفضل من السنين السابقة بشكل لا يقارن. المنصة كانت شيء كثير يعني على مستوى عالي، وكثير يعني ما توقعنا هيك يصير، وفعلا كانت محطمة التوقعات، كانت كثير شيء عالي. ومن ناحية المنافسة أنا كثير بفتخر إنه نحن وصلنا لهالمرحلة، ونتمنى إنه نحن نكمل على هالمنوال. المنافسة محتدمة وكثير حلوة، بس حاليا الأهم من المنافسة هو إنه ننبسط بباطنا. بالنهاية هي لحظات ما حتتكرر مرة ثانية. كثير المنصات الإلكترونية ساعدتنا، بما إنه نحن ما دائما كان فينا نروح على مركز أو محل ندرب فيه إنه مباشر، فكان المدربين عنا بطرطوس دائما ساعدونا ويبعثون للمراجع وكل شيء نحن بنحتاجه أونلاين، فهذا الشيء كتير ساعدنا أنه نحن نعرف كل الشغلات اللي مفروض ندرسها. يعني سالي بدنا نذكر انه هي بدايه للاولمبياد العلمي السوري، واليوم يمكن في الاختبارات رح تكون. ان شاء الله يا رب نتمنى لهم كل التوفيق لطلاب الاولمبياد، يعني هن دائما طلاب متميزين عم يقدروا يحققوا نتائج كثير حلوه وخصيصا خارج سوريا. صحيح ميسان، يوم الاختبارات بتبلش على الساعة 11 وبتستمر لمدة 3 أيام، وبدنا ننوه أنه طلابنا يعني متحمسين كتير، وكان في مبارح منافسات رهيبة بيناتهم على فكرة. يلا نتمنى لهم كل التوفيق يا رب، وأكيد رح نكون مع النتائج ومع كل الخطوات يلي بتمر مع شباب وصبايا الأولمبياد العلمي السوري. أما هلأ رح نتعرف على أبرز أحداث اللي صارت مثل هاليوم بالمادة التالية. اليوم 18 كانون الثاني كثير من الأحداث شكلت بتتالية ذاكرة عبر الزمن وسنين، ومن أبرزها بعام 1778 جيمس كوك يكتشف جزر هاوايا، ومثل اليوم من عام 1896 عرض جهاز الأشعة السينية لأول مرة، وبعام 1919 افتتاح أعمال مؤتمر باريس للسلام في فرساي في فرنسا، وبعام 1943 السوفييت يعلنون كسر حصار لينينغراد. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1892 أوليفر هاردي ممثل أمريكي، ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1995 أدولف يوتنتانت عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل بالكيمياء بعام 1939. هاي كانت أبرز الأحداث اللي صارت مثل اليوم 18 كانون الثاني. نهاركم سعيد. لمواقع التواصل الاجتماعي ميسان، وعصر السرعة اللي نحن فيه وعصر السوشيال ميديا، التكنولوجيا اللي دخلت على حياتنا، وصول الخبر بطريقة سريعة عبر هالمواقع، ولأي درجة أيضا فينا نقرب من البعيد وحتى البعيد نقربه منا. ميسان كتير يعني مواقع التواصل الاجتماعي الانترنت بشكل عام قلب حياتنا كلها، يعني يمكن بلحظة من اللحظات صار له تأثير سلبي جدا علينا. أكيد له تأثير إيجابي، ولكن فتنا بمرحلة من الإدمان وخصيصا بالأسرة اللي هو عم يسبب فينا نقول شوي بعد وشرخ بين الأفراد العائلة. رح نتحدث عن هذا الموضوع ومحاوره وكيف نقدر نعالج هذا الموضوع مع خبيرة التدريب مريم العيسى. يسعد صباحك مريم. صباح النور حبيبتي. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك مريم. بالبداية يعني كنا عم نحكي عن مواقع التواصل الاجتماعي، قديش فاتت بحياتنا بطريقة يعني حتى الأهل أحيانا بيتزمروا منا أنه قاعد ليل نهار على الفيسبوك، نحن انفتحنا على عالم خارجي
زمامير كثير السيارات. خلينا نحكي بالبداية عن مساوئه ومحاسنه لموقع الانترنت بشكل عام. شفتي هذا اللي بيقول عندي خبرين، واحد حلو واحد مو حلو، اي واحد بدي يبلش؟ فانت محاسنه ولا مساوئه؟ محاسن، لانه بدنا الشق الاكبر بنحكي فيه بالمساوئ. المحاسن انه هو بيقرب المسافات، بيخلينا ممكن نتواصل اكثر مع الناس البعاد. يعني خلينا نحكي هاي الكلمه كثير مهمه، مع الناس البعاد. يعني هو وسيله من الاشياء المساعده اليوم انه احنا نتواصل مع الاشخاص ونشوفهم ويشوفونا ونحكي معهم. مثلا الاباء والامهات المنفصلين ممكن يقدروا يتواصلوا اكثر مع اولادهم بصريا، يعني هي كلمه بصريا مهمه. استقراب المعلومات واستقراءها وجلب المعلومات بشكل سريع، الاطلاع على حضارات اخرى. يعني هي باختصار خليني أقول حسنات، وأكيد ما بدنا ننسى إنه في حسنات أكيد أخرى ممكن ما نذكرها هلا. بالنسبة للمساوئ، يعني أول سيئة أو يمكن نحن دائما بنلف وندور عليه هو موضوع غياب التواصل باختصار. يعني أنا أنت بتكون عم تحكي مع شخص عادي قدامك وما في بإيده لا تليفون ولا شيء، بس هو بعد نظره عنك، أنت بتحسي ما عاد انزعجتي شعوريا، أنت داخليا انزعجتي، فما بالك بحدا انت بتعرفي انه عم يتواصل او ماسك شيء ومشغول كله عني. كل شخص يقيس على حاله. نحن دائما بنشتكي، انا بدي اقعد اليوم بدي اعطي دقيقتين توعويات انه يا جماعه انتبهوا، بس انا بدي اقيس على حالي اول شيء. انا لما بكون قاعد مع اولادي، انا ما يعني كل واحد بس يبادر منه ببلش، كل واحد بيقول لك بياخذ الحجه انه كل العالم هيك. فانا مع هالجمله، كل الناس هيك، كله مشغولين، كل اولاد العالم هيك، فخلي اولادي معهم. انا ما بدي باللاوعي بيصيروا بيقولوا بالضبط. فانا بدي انتبه، اني اول شيء انا انتبه لنفسي. انا كثير مساوئ، يعني اكثر شيء ممكن اذكره اقول لك يعني اليوم هو اطلاع على اشياء سواء للصغار ولا للكبار مثيرة ومزعجة نفسيا. حتى التنمر، يعني يا محلى التنمر كان لما أنا لازم أكون وش لوش، اليوم أنا متخبي وعم بتنمر على غيري. يعني هي كمان من الأشياء اللي عم توصل وعم توصل لنقطة، عم توصل لنقطة في أشخاص، في صفحات مثلا بتنفتح اليوم عم يتم العلاج من خلالها. بمعنى واحدة بتحط مثلا مشكلة عندها، في مجموعة من بتعرفيهم دكاترة، ما بتعرفيهم دكاترة، بتعرفيهم أطباء نفسيين، ما في مصداقية بالموضوع وما في أمان. فبتطرح مشكلتها، فبتبلش العالم تساعدها بمشكلتها ممكن هي. وأنا شفت قريت كثير من المشكلات وقريت كثير من الحلول اللي أبدا ما العلاقة بالحلول، يعني غير تدخل الناس. ويعني هي واحدة من القصص اللي اليوم بشكل كثير كبير عم لاحظها، إنه أنا عندي مشكلة عم بطرحها على مين؟ هدول الناس عم طرحيها قدامهم، شو الحل اللي عم تاخديه؟ مشاكل مع الأطفال، مشاكل زوجية، مشاكل كثيرة عم تنطرح على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بأسلوب خطأ وباعتماد ما في مصداقية بالموضوع. فأنا ما بجي، بالإضافة للمعلومات المتاحة صارت الأسرار اللي يعني يمكن من أكثر السلبيات الموجودة بحياتنا اليومية للإنترنت وللسوشيال ميديا. أكثر شيء خلينا نقول إنه هني أفراد الأسرة بالبيت كتير بعدوا عن بعض. يعني منشوف الأخوات قاعدين بقلب البيت مع بعض، كل واحد بغرفة، بيبعتوا لبعض على الواتساب إنه جيب لي كاسة مي، لا أعمل لي هالغراض، ناولني هالغراض. ولكن قل هذا التواصل الحسي البصري، التواصل الدائم يلي فيه مشاعر حقيقية، وفتنا نحو اللا مشاعر. تمام. خلينا نحكي عن هذا التأثير، قديش هو فعلا سيء بالنسبة للعائلة وخصيصا الأسرة، إن كان زوج وزوجة، أم وأبناء، أب وأبنائه. شوفي لما بتحكي باستشارات اجتماعية، أكثر الناس اللي بتجيكي بتقلك أنا لما كنت صغير، بيكون عمره 30 سنة، 35، 40 سنة أو 6، متزوجة وعنده أولاد، بتقلك أنا لما كنت صغيرة مثلا أمي كانت تروح وتتركني، تروح معناه تروح ساعتين ثلاثة أربعة نص نهار عندها وظيفة وترجع. فتخيلي الغياب اللي بيكون كم ساعة أنا قديش مأثر فيني وأنا كبير. فكيف إذا أنا 24 ساعة أنا ماني هون، أنا ماني مع أولادي، يعني أنا قاعدة بس أنا ماني معهم. أنا ما قديش في أولاد، أنت بتلاحظي هذا المشهد وأنا بلاحظه، بيجي لعند الأم بيحكي معها، بيمسك وشه بيقول لها طلعي فيني، شو بده هاد. فلهيك عم لك انا من الاول لك انه نحن بدنا ننتبه، مو نتحجج بالعالم انه فلان، بلشي من انت وانا وكل اللي موجودين، نتبلش منه انه انا بلش يعني مثل ما بلشنا
نعتاد، بدنا نبلش ما نعتاد على هذا الموضوع. يعني صحيح. القصة مثل ما حكيت تأثير النفسي كتير صعب. أنا لما بيجيني شخص عمره 40 سنة وبيقول لي أنا أمي تركتني وراحت مثلا شهر ومؤثر فيه لهذا اليوم وزعجه ومضايقه وممكن يأثر على تربيته هو على أولاده، فكيف أنا لما بكون 24 ساعة غايب بالسبع أيام بالشهر كله وبالسنة كلها؟ فننتبه، هذا الغياب وهذا التواصل بيؤدي لقصص أخرى، بيؤدي لكسل مثل ما حكيتي من شوي إنه أنا جيب لي كذا جيب لي كذا، بيؤدي للتسويف وتأجيل الأمور وللمواعيد ولا، فبيؤدي إلى كمان تأثير على الحياة المهنية والاجتماعية وغيرها والدراسة والتحصيل الدراسي. ومعروف إنه اليوم الطلاب اللي هن أكثر متابعة على الإنترنت أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هن أقل تحصيل بالنسبة لعلاماتهم وبالنسبة للمواد العلمية. صحيح. يعني مريم نحن بنعرف إنه المرجع الأساسي للأبناء هو الآباء هو الأمهات. المشورة والنصيحة بتكون من الأم قبل أي حدا وراء شاشة. للأسف إنه الصبايا أو اللي بعمر المراهقة يمكن المنفس الوحيد هن إنهم يفتحوا إنترنت ويحكوا مع أي حدا ممكن يقدم لهم النصيحة الغلط وهن يقتنعوا فيها. فكمان صار هون قصة كتير كبيرة وكتير تعرضت صبايا وحتى شباب العمليات ابتزاز يمكن قبل ضبط الجرائم الإلكترونية خلينا نقول وسن قوانين جديدة. قديه كمان مهم الأم أنه تنتبه أنه بنتها ما عم تسأل شيء، طب منين عم تأخذ المعلومة؟ كيف بدها تعرف تتصرف؟ شوفي، هي القصة بدها حوارات وبدها حوارات دائمة. يقال أنه التربية لا تعني بنقل معلومة صحيحة أو بإعطائك معلومة صحيحة، التربية هي بالاستمرار بالتكرار، انه انا دائما يكون عندي حوار دائم، بعد وقرب ولمح وصرح فيه بقصص معينه اخذ واعطي فيها. اغلب اليوم النصايح بتجي بتسالي لا شو نعمل نحن مع الاولاد، بتقلك راقبه مراقبه من بعيد لبعيد. اليوم الاولاد انت ما بتلجئي بلحظه من اللحظات لطفل مراهق او شاب باول طلعته بتقلي له كيف بدي اعمل هي القصه بالانترنت او هو بيعرف اكثر مني ومنك. صحيح. نحن بنرجع له صح، فهو كتير بسيط انه هو يقدر يحتال علينا او يلف ويدور على قصة ويقدر يساوي يلي بده اياه. فنحن الحوارات الدائمة ما في ولا شيء غير انه منه بتعطيني تواصل، منه عيني بعينه، منه انا عم باخد واعطي. وما يكون بالمناسبة، يعني بمعنى انه ما يكون هو عامل شيء او انا مشتلقة انه في شيء وما انا اجيبه وحطه واقعد انا واحكي انا وياه، لا، هي تكون روتين خليني اقول مشان لما يصير هذا المحظور او هذا الشيء سيء يكون هو عنده مخزون من المعلومات انا اعطيته اياه. فهذا اهم شيء انه انا ورموز السلطه دائما اللي هن الاب او الام او الكذا اللي عندهم السلطه على هدول هن اول شيء لازم ينتبهوا لسلوكهم مشان الاولاد. الانتباه للسلوك بيؤدي بيخليك تنجزي نص المهمه. يعني لما بكون انا الولد اليوم بيجي بيقول لك ايه انت ماسكه، انت عم تستخدم التليفون، انت ما عم تقيمه من ايدك، فانا لما بكون سلوكي منتبه له وباين انه انا حاطه الموبايل وماسك كتاب، حاطه الموبايل مشغول بشغلي، فانا بكون حجتي اقوى باني انا واكثر اقناع للولد بانه انا اقدر اثر عليه. اليوم وقت نحن بدنا نعالج هذا الموضوع، يعني فينا نقول انه انا مثلا شخصيا مدمنه على مواقع التواصل الاجتماعي، بدي بلش من حالي. شو هي الطرق اللي لازم اتبعها لحتى اقدر اخطي خطوه نحو انه انا اتخطى هذا الموضوع، لحتى اذا شفت عندي مشكله بالبيت بالتواصل مع حدا من اهلي من اصدقائي بسبب مواقع التواصل بسبب القعده الطويله على الانترنت، كيف بلش من حالي؟ اول شيء بدنا نعاقبك، اذا بدنا نبلش من حالك. العقاب عكس المتوقع، العقاب انه نحن نخليكي تمسكي التليفون، نخليكي دائما على تواصل، بس العقاب بيكون منصب الموضوع انه انا دائما حوافز الاشخاص، يعني انا مراقب ولا شخص فعال، بمعنى انا براقب شوف اشخاص متنافسين بالعمل او ببيئه عملي، تمام؟ فانا بغار منهم، حلو، انا قبلانه هي الغيره، فانا بدي احولها من غيره لعكس الغيره بمعنى العمل، انه انا معلش انا تابع، معلش انا اتفرج، بس انا خليني اشتغل، يعني خليه يكون حوافز الي. ما بدي اتخلى عن التليفون، ما بدي امسكه، لانه كل النصائح الثانيه تبع خصصي ساعه باليوم وخصصي، يعني أنا عم بقرأ مقالة من كم يوم إنه المفروض الشخص لي حتى ما يصير عنده حالة من إدمان ولحتى يقدر يتخلص من هذا الشيء نص ساعة باليوم، تمام؟ أنا قبلانة بربع ساعة من الساعة، إنه أنا ربع ساعة مبدئياً إني أنا مبدئياً ربع ساعة أنا أقدر أحط منبه، حط منبه يرن كل ساعة إذا أنا جدي،
يعني هذا الكلام كثير كثير سهل انه نحن نحكي، بس اذا جدي بيعمل اتجاهه بدي اياه فعلا بدي اتخلص منه، حط منبهات ساعيه كل ساعه انا يرن المنبه إما من ايدي 10 دقائق او ربع ساعه. هذا انا عم بحكي على الاشخاص المدمنين فعلا بشكل كثير كبير. شغله ثانيه لما حكيت عن الدوافع، انه انا بدل ما اروح للتنافس انه انا شفتهم اشتغلوا روح اشتغل، خلي يكون عندك دافع. شفتهم عملوا شيء حلو، صوروا شغلات حلوه، روح انا اشتغل، يكون هذا دافعي لاني اعمل شيء وحسن حياتي، مو دافعي للمراقبه وللتحسر ولانه العالم عملته وانا ما اعمل وكل مالي بلزق بالارض اكثر وبتمسك بمكاني وبقعد وما بساوي شيء. فهي انا اقلب دوافعي من انه انا متفرج او مراقب لشخص انا فعال، اوكي خليني غار، انا قبلان اني انا غيران من هالعالم بس انا بدي اشتغل. يعني حول هذا الشعور وهي الكميه عندي من العمل الى عمل، انه انا اعمل فيه من وراها شيء. فلهيك قلت لك انا بدي اعاقبك بانه رح خليكي تمسكي الوسائل التواصل الاجتماعي لكن تكون حافز بالنسبه اليك. ويمكن اليوم اهم شيء انه نحن حتى الاولاد انه لما بشوفه ماسكه كثير تيك، طب شو عم تتفرج؟ عم تتفرج على كذا، طب تعال نساوي هذا الشيء، يعني وجهه بالضبط اني انا خلي عنده دافع انه انت عم تشوف شيء حاول انت. وطبعا انا انتبه للشيء السلبي او الايجابي، وكمان اليوم في كثير وسائل اني انا اعمل حظر او كذا على ابني انه يفوت على مواقع معينه تمام. بقدر يعني كلها صارت بالنسبه لي متاحه، انا بس كون محيطه بهذا الموضوع، ومثل ما حكيت كون سلوكي مشابه لكلامي، يكون في حوار بيني وبين الاولاد بشكل تراكمي، يعني ما استنى مناسبه او قصه لتصير بجي بمسك الاولاد وبحكي. هي القصة تكون تراكمية، تكون ضمن سلوكنا، أنا بحكي باستمرار، فالولد لما بيجي ليأخذ أي قرار بيكون عنده مخزون في هاي العلاقة داخل. اللي لازم تكون دائما موجودة بين الأب والأم اتجاه أطفالهم، اللي هي علاقة الصداقة، يعني لازم يكون يمكن أهم صديق بالنسبة لنا هن آبائنا وأمهاتنا. شوفي يمكن فطريا نحن بنعرف إنه نحن لما بنشوف بابا وماما منسجمين عنا شعور بالراحة والعكس صحيح. فأنا لو كان نحن مو منسجمين يا بابا وماما بدنا نحاول قدر الإمكان، وفي أمور مفروضة ونحن عايشين وفي أولاد نحن بدنا ننقلهم، فنحن قدر الإمكان نحاول نحافظ على صورة معينة. أحيانا في حديث بيقول إنما الحلم بالتحلم، يعني أنا أحيانا لما بمثل أمر معين بوصل لنقطة أني أنا فعلا بقتنع فيه، فأنا بمثل الانسجام بمثل التناغم إذا أنا ماني هيك. يعني أنا بدي أكون واضحة، ما بدي تاخد عني كلام إنه أنا لا، لما ما بكون أنا بحالة من الانسجام والتناغم فأنا بحاول مثل هي الحالة لحتى أوصل لها، حتى لو ما كانت غايتي الوصول إلى، لكن أنا بمثل قدام الأولاد لأنه مثل ما حكيت من شوي نحنا يؤخذ علينا السلوك كآباء وأمهات. إنه أنت بعدين الطفل بيعرف معروف إنه بيتعلم بالنمذجة، بمعنى بالصور، هو بيشوف نماذج وبيتعلم منها. فنحنا دائما أسهل وأسرع طريقة بنقول للأهالي أنت اعمل السلوك يلي بدك ابنك يعمله، بدال ما تقول له قول يسلموا، قول لا تقول له قول، أنت قول له يسلموا فهو رح ياخده منك. فالفكرة بأنه أنا يكون سلوكي الظاهر، أنا شخص واعي وبالغ، سلوكي الإيجابي هو الظاهر، بالضبط سلوكي الظاهر هو الإيجابي اللي أنا بدي إياه يتصدر لابني، بدي ابني ياخده ويتبعه. فأنا سواء بالإنترنت سواء بانسجامي مع الأفراد سواء بأي شيء أنا مثل هذا السلوك فعلا، مثله يكون موجود فيني وأنقله وصدره لأولادي. هي أسهل وأسرع الطرق أني أنا أفضل بكثير من التلقين والمحاضرات. نعم يعني معلومات مهمة حبيب. بلشت العاصفة عصرت المعلومات بلشت العاصفة المهمة عن جد مريم، يعني كل تفصيل حكيتي إن شاء الله هيك قدروا مشاهدينا يستفيدوا منه. بدنا نتشكر كثير وجودك معنا، بنتمنى لك نهار جميل اليوم إن شاء الله. شكرا كثير، شكرا كثير لك مريم، وبهالبردات بنقول لك دفي حالك وديري بالك، بلش الهواء كأنه يطلع كثير، حنطير بعد شوي. شكرا كثير حبيبتي، شكرا مريم. أما هلا ميسان رح ننتقل للاذقية عروس الساحل، حيث كرم فرع نقابة المهندسين باللاذقية نحو 300 من ذوي شهداء المهندسين وجرحى المهندسين وأبنائهم أيضا المتفوقين بكليات الهندسة في جامعة تشرين بالشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي في احتفالية كانت بدار الأسد للثقافة. تفاصيل أوفى مع مراسلنا مازن محمد. استمرارا لدوره في تخليد بطولات الشهداء وتضحياتهم وإيلاء المتفوقين الرعاية والاهتمام، كرم فرع نقابة المهندسين في اللاذقية نحو 300 من ذوي الشهداء المهندسين وجرحى المهندسين وأبناء المهندسين المتفوقين بكليات الهندسة بجامعة تشرين وبالشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي في احتفالية في دار الأسد للثقافة. نكرم
ذوي الشهداء الذين رووا بدمائهم تراب الوطن وحافظوا على سياج الوطن. نكرم الجرحانا الأحباء الشهداء الأحياء، نكرم الأوائل على في التعليم الأساسي والأوائل في الثانوية العامة والأوائل على كليات الهندسة. تكريس ودعم العلم هو يصب في خانة هذا الجيل الذي اليوم نحن نراهن عليه، لأن اليوم معركتنا ما هي معركة علم ومعركة وجود ومعركة جهد. فكل التحية لجيشنا البطل، كل الرحمة لشهدائنا. كثير هيدا عم يعطينا قيمة ودافع انه كمان نستمر نحن نكمل بانه نبني لهيدا الوطن. تكريم حلو، لفتة حلوة من نقابة المهندسين، تكريم لنا بعد تعب طويل والحمد لله اللي حققنا اللي ببالنا يعني. كثير مبسوطين وفرحانين بهالتكريم وكثير حاسين بالفخر. هذا التكريم يعني مكرمة حلوة من نقابة المهندسين، هذا دليل اهتمام فينا، وعن جد بعد تعب 5 سنين انه حصلنا على هذا التكريم والتفوق، وهذا الشيء بيحفزنا انه يعني لنحقق نجاحات اكثر بالمستقبل. التكريم جاء لمن يتصدرون المشهد ويشكلون ضمانة عظيمة لسلامة الوطن من جهة وتقدمه وازدهاره من جهة اخرى، وهم الشهداء اولا ومن ثم المتفوقين دراسيا والمتميزين تعليميا. سالي، فقرتنا التالية رح نروح لنتعرف على مفهوم الجودة بمحطتنا التالية ضمن رحلتنا، ونتعرف على هالمصطلح وأنواعه واللي بحققه بالنسبة للمنشآت الصناعية، وأيضا نتعرف على شركاء الجودة الخمسة مع السيدة ناتالي أطويل، استشارية أستاذة في نظم إدارة الجودة. يسعد صباحك سيدة ناتالي. صباح الخير وكل سنة وانتو سالمين، هذا الجميع بالخير إن شاء الله. يسعد صباحك أستاذة ناتالي. يعني دائما نحن مواضيعنا بتخص الجودة، وهو عنصر كتير مهم بأي سلعة أو أي غرض ممكن نحن نقتني. خلينا أول شيء نعرف أو ما المقصود بالجودة. الجودة هي النوعية، أو بنقدر نقول باللغة الكواليتي اللي دائما بنحكي فيها، أنه نحن بدنا نوعية للمنتج أو الخدمة اللي بناخده من المنتج أو من المنشأة سواء الصناعية أو الخدمية. فالكواليتي هو عبارة عن إمداد المستهلك أو الزبون بما يحتاجه من مواصفات بهذا المنتج أو بهالخدمة بالوقت المناسب، وزائد يكون السعر مقبول ومناسب. طيب شو هي أنواع الجودة؟ أنواع الجودة بتاخد 3 مستويات للجودة. عندي أول شيء جودة التصميم، وجودة التصميم هي عبارة عن المواصفات، عبارة عن الخصائص متعلقة بالمنتج أو الخدمة. بننطلق بعدين لشيء اسمه جودة المطابقة. جودة المطابقة، هل يا ترى نحن عملنا عملية مطابقة بين هالمواصفات وبين هالمنتج أو الخدمة المقدمة؟ نعم. بعدين ننطلق طبعا لجودة الأداء، مؤشرات الأداء هي عبارة عن مقياس منقيس نحن يا ترى بهالتصاميم وبهالمطابقة هل تم عملية تلبية لهالمواصفات بمقاييسها ومعاييرها المطلوبة. بهالطريقة بنقدر نحن نعرف ونحكم انه هذا المنتج لبى متطلبات الزبون او الكاستمر. طبعا تماما، يمكن دائما الهدف هو الجودة لأي منتج، وقديش مهم الحفاظ خلينا نقول على مستوى الجودة، او اذا ما كان مثلا المنتج صحيح قد ايه بيأثر ايضا سلبا على الشركة تبعه. طبيعي. او على يعني ممكن نقتني نحن هاي السلعة شفنا انه هي مانا منيحه، فنحن الشركه كلها بنلغيها لو طلعت منتج ثاني. فقد ايه مهم مو بس تخصيصها، تعميمها للجوده لكافه المنتجات. تمام. انا دائما بقول باي منشاه صناعيه او خدميه بنعمل عمليه بناء للنظام، نظام الجوده، انه مو بس انه نوصل للجوده، هي المحافظه على هذا المستوى. تماما. لانه هذا المردوديه بتعود للمنشاه من طرف وللزبون، بيصير في جسر ثقه، وهذا جسر الثقة بيكون بين الطرفين دوما، يعني بين الزبون وبين المنشأة. لما بيلاقي حاله انه هو دائما لما عم بياخذ هالمنتج او عم بيتقدم له خدمة بنفس المواصفات وبنفس السوية، فبتلاحظي انه بيرجع بيقتنيها مرة ثانية، وهذا اللي حكيتي فيه. صح. تماما. يعني المنشآت الصناعية وقت هي يمكن بدها تدرس طرح اي منتج
أو أي شيء بدها تطرحه إلى الأسواق ولا الزبون. كيف لازم تحط معايير للجودة؟ تمام، معايير الجودة دوما بتكون في معايير داخلية ومعايير خارجية. معايير داخلية في عنا مواصفات كتير، نعم. مواصفات تعنى بالجودة، مثل هلا المواصفة اللي هي الإدارية الأساسية هي مواصفة ايزو 9001، نعم. فيها 10 متطلبات أساسية تعنى المواصفة بتطبيقها. طبعا التطبيق بيكون بعملية الضمان وعملية الضبط اللي هو الكنترول. فأنت بكل مرحلة من مراحل تطبيق الجودة للمنتج هي عبارة عن سلسة عمليات، العمليات مترابطة ومتكاملة بين بعضها. فأنت لما بتطبقيها بشكل صحيح وبشكل مضبوط وفي كنترول لكل مفصل من هالمفاصل بمدخلاتها ومخرجاتها، فأنت بالنهاية طبيعي رح توصلي للمنتج بتطبيق المواصفات والمعايير المطلوبة من قبل طبعا الزبون. تماما، يعني دائما نحن بنقرا انه الجوده ومعايير الجوده وشركاء الجوده، من هم شركاء الجوده الخمسه؟ تمام، هلا انا دائما لما بيقولوا شركاء الجوده الخمسه بقول لهم هي مثل لوحه الفسيفساء تماما. هالشركاء الخمسه هن كل قطعه بهاللوحه مترابطه لتعطيك اللوحه بشكلها النهائي اللي هي منظومه الجوده بشكل نهائي. اول شريك من شركاء الجوده هو الزبون، وهي أهم نقطة نحن بنركز عليها اللي هي عبارة عن رضا الزبون. فالزبون طول ما هو رضيان على هذا المنتج أو على هالخدمة المقدمة من طرف المنشأة الصناعية أو الخدمية، فنحن بنقدر نقول بداية الإطار تبع هاللوحة اللي هي منظومة الجودة. فالزبون رقم واحد بهالشركاء. نجي للشريك الثاني اللي هو بقى العامل داخل المنشأة الصناعية أو الخدمية أو الموظف. طبعا هو كتير بهمه هاللوحة تكون بأفضل شكلها لأنه هذا بيعود له، تلاقي في مردودية له سواء بموقعه الوظيفي أو سواء مثلا بالمردودية المادية بالنسبة له. نجي لثالث شريك اللي هو الإدارة العليا اللي هي المستلمة موضوع تطبيق نظام الجودة. فمنلاحظ متى ما صار في عنا تطبيق صحيح لهذا النظام بجميع مفرداته وجميع متطلباته، فبالتالي رح يكون في ميزة تنافسية، لأنه نحن دوماً بالسوق في عنا عدة شركات وعدة منشآت بتطبق نظام الجودة، بس للأسف منلاحظ هون الميزة التنافسية، هالمنشأة كيف بتطبق وهالمنشأة كيف بتطبق. فهذا ثالث شريك. رابع شريك هو المورد اللي هو بيقدم لي هالمواد الأولية، اللي هي بنقدر نقول أنه دائماً المنشأة هي بين طرفين، المورد من طرف اللي هو عم بيقدم المادة الأولية أو عم بيقدم الخدمة الداتا مثلا، والطرف الثالث اللي هو عبارة عن الزبون. فالمورد لما بيلاقي كمان بنرجع للوحة الفسيفساء بعناصر الثلاثة عم تكون متشكلة بشكل صحيح، فمنلاحظ أن المورد رح يكون في ثقة أنه في تعامل صحيح بينه وبين هالمنشأة الصناعية. وآخر شريك هو المجتمع أكيد، لأنه نحن متى ما صار عنا استكمال لهالأربع عناصر بلوحتنا الفسيفسائية اللي بنقول عنا منظومة الجودة، فمنلاحظ هذا المردودية عم ترجع على المجتمع بشكل عام، منلاحظ ارتفاع بمستوى الجودة بكل المنشآت. فمنلاحظ أنه العنصر اللي هو عبارة عن الخدمة أو المنتج اللي أقل من هالسوية لحاله بينرفض، تلاقي صار بعيد عن مثل ما بيقولوا حلقة الجودة اللي نحن نركض أو بنقدر نقول دائما منتابع الضل بنفس السوية. يعني وقت بدنا ندرس يمكن كيف نقدم جودة جيدة وبتكون بمشاركة هاي العناصر كلها اللي حضرتك ذكرتيها، كيف بيتم العمل على يمكن اختيار الجودة المناسبة لهي الشركة؟ الجودة مثل ما قلت لك هي عبارة عن مجموعة عناصر مترابطة تماماً. بعدة نقاط. بس كيف فينا نقدر نحدد دور كل عنصر؟ تماما، نحن أمام موارد، موارد مادية وموارد بشرية. الموارد البشرية كل ما أنا عملت دورات توعية وتدريب وعلمتهم كيف طريقة يتعاملوا بالجودة من خلال هالمواصفات، أعملهم دورات توعية، تعليمات، بروسيجر، إجراءات بالمنشأة لما ببني النظام من خلال توصيفهم الوظيفي، موقعهم بالهيكل التنظيمي، فأنت بلشتي تحطيهم على طريق الجودة. نفس الشيء بالنسبة للموارد المادية، أنا قدام آلة أو قدام داتا، فكيف أنا بدي أتعامل مع هالآلة أو كيف بدي أتعامل مع هالداتا الموجود؟ بحط لها مثلا وورك انستراكشن اللي هي تعليمات العمل لاقدر انا اتعامل معها بشكل صحيح. فمثل ما تفضلتي في عمليه تاهيل، وهذا اللي نحن اجمالا شغلنا انه نحن بنبني النظام باي منشاه صناعيه او خدميه لنحطها على طريق الجوده، وبعدين بنعمل عمليه تحسين وتطوير. ما بيصير النظام لما بينبنى يضل بوضعه بسويته، لازم دائما انت تحسني وتطوري فيه لتوصلي للسويه وتحافظي عليها.
المستوى. تماما، يعني ايضا يمكن حكينا كثير عن الجوده وعلامات الجوده، قد ايه كمان مهم تخصيص الجوده بمنتج معين؟ نحن فينا نعممه على المنتجات، ولكن نخصص منتج معين بنسبة عالية من الجودة والمحافظة عليها، قديش مهم انه نشتغل على هذا الشيء؟ كثير بنشوف شيء مقلد، خلينا نقول هيك يمكن هالفكرة اللي بدي اوصل لك اياها، انه عم نشوف كثير منتجات ذات جودة عالية ومقلدة، هل الجودة فينا نقلدها؟ الجودة لا تقلد تماما، لسبب واحد، نحن دائما بمتطلباتنا في شيء اسمه رضا الزبون واستبيانات الزبون، 100%. فأنا دائما بتابع مع كل المنشآت، برجع بقول لك الصناعية والخدمية، لأنه هالمواصفة بالذات أخذت الإصدار الخامس الشقين، أنا عم بقدم خدمة أو عم بقدم منتج، فدائما لازم تابع مثل ما تفضلتي استبيان الزبون. هون ببين عندي في تواصل، ما بكون بعيدة كمنشأة صناعية أنا بالمنطقة الصناعية أو بعيدة عن الزبون، فبعمل استبيانات الزبون، يا ترى هذا المنتج هلأ عم بيتقدم نفس سوية الإنتاج قبل فترة؟ فهذا اللي دائما بنحكي فيه، انه نحن استبيانات الزبون بشقيها، رضا الزبون وشكوى الزبون، لازم دائما نتابع عليه كمنشأة صناعية او خدمية لتضل بهالسوية وما تتقلد، اللي هي هالعلامة التجارية اللي بنقول لهم في حقوق ملكية لهذا المنشأة، لازم تحافظ عليها وتحافظ على سوية الجودة فيها، يعني بالتشارك طبعا يعني مع الزبون. يعني ختاما سيدة نتالي، ما هي الرؤية المستقبلية لأهمية الجودة من الناحية الداخلية والناحية الخارجية للمنشأة؟ الجودة ما عادت من الأمور الكمالية بأي منشأة صناعية أو خدمية، هي مطلب أساسي لتواجد المنشأة. كل منشأة بتلاحظي بعد فترة لو انطلقت بقوة، ما أنا عاملة نظام سيستم للجودة بشكل صارم أو التزام كامل جوا المنشأة، لاحظي بعد فترة للأسف تبدأ تهرها المنشآت، يعني دوما البقاء للجودة. دائما في عنا شيء اسمه مردودية داخلية للجودة، ملاحظ في عنا خفض للتكاليف مثلا، للهدر، تقليل تفهم الموارد البشرية، تفاعلية وتشاركية أكثر بهالعناصر اللي بنحكي فيها، والمردودية الخارجية اللي هي نحن برجع دائما وبكل حلقة بقول إنه نحن عنا الصناعة السورية، دوما عنا مواد أولية جدا ممتازة، نعم. القطن السوري، القمح السوري، كل مواردنا نحن كثير بدنا بس نتابع، يعني عنا الموارد بس انت بدك تحطي المواد والآليات اللي بتدير هذا الموضوع. فطبعا المردودية داخلية والمردودية خارجية بالبصمة اللي بتتركها المنتج السوري ذات الجودة وذات المستوى العالي. ان شاء الله دائما نحافظ على هي، نقدر نحافظ على هي ان شاء الله. اكيد بدنا نتشكر وجودك معنا استاذه نتالي الطويل، استشاريه في نظم اداره الجوده، اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك سيده نتالي. اما هلا ميسان رح ننتقل لحلب الشهباء مع عوده الحياه من جديد الى سوق باب انطاكيا، والذي يعتبر بوابه للاسواق القديمه في حلب. خلونا نروح نتابع تفاصيل هذا السوق بالتقرير التالي. تعود الحياة من جديد إلى سوق باب أنطاكيا القديم، والذي يعود لمئات السنين، فبعد تحرير حلب بدأ أصحاب المحال التجارية بنفض غبار الإرهاب عنه، وتحركت عجلة الحياة فيه، حيث يعتبر سوق باب أنطاكيا مدخلاً للأسواق القديمة في حلب، ويضم السوق مهناً مختلفة ومحال متعددة. بالنسبة لأسواق حلب القديمة، هذا أول سوق فتح، الناس مثل ما نكون شايفين كلياتها فتحت، وصار في إقبال شديد. المحلات كان كلها مسكرة، الله كله الحمد لله، المحلات كلها اللي عم تكتر، والحركة يعني الحمد لله مقبولة، يعني موني كويسة كويسة مقبولة. يعتبر سوق باب أنطاكيا مقصداً للأهالي من ريف حلب، نظراً لأسعاره المقبولة وتوفر احتياجاتهم فيه. السوق صار تحسن زيادة على الذي نحن، كتير كتير تحسن الله ينال السنة، ممتاز السوق، والدلون كله فتحت وباب أنطاكيا كله فتحت. أول ما الأسواق هون فتحت كانوا محلات يعني بالعشرات، هلا البركة صاروا بالمئات، وكل ما الحمد لله بتقدم لقدام شوي.
أسواق متناغمة شكلت على مر التاريخ معرض اقتصادي متنوعا جذب إليه التجار والمتسوقين على مر العصور. واليوم تعود هذه الأسواق التي تنبض بالتاريخ إلى العمل وتشكل حالة مميزة ومنفردة. أما هلأ سالي فقرتنا الختامية رح تكون مع عالم الطب ورح نسلط فيها على موضوع الالتهابات البولية عند المرأة الحامل وتأثيراتها وأعراضها وليش بترتفع الإصابة فيها، ليش ترتفع بموضوع الالتهابات البولية عند النساء الحوامل. رح نتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور أكرم الأحمر اختصاصي بالأمراض النسائية ومداوات العقم. يسعد صباحك دكتور. يا صباح الفل سيدتي. هلا دكتور كيفك؟ ان شاء الله هيك البردات هيك ظراف اليوم مو عايشين شتوي. ما في احلى منا شتوي. حلوه بس بدنا وسائل تدفئه. يعني بيقعد بسيارته الواحد ما هيك بيشغل الشوفاج. مزبوط. دكتور خلينا نبلش بدايه حديثنا. كنا نحن عرفنا انه في اعراض للمراه الحامل ومنها الالتهابات البوليه. خلينا نخصص المراه الحامل نحكي شوي عن الالتهابات اللي بتصيبها شو سببها سيدتي. هلا الالتهابات اللي بتصيبها ورح نقول ارقام ونسب مثل ما متعودين انا وياكم مع مشاهدينا على لغه الارقام ونبسط الحكايه. اولا بدي اقول نقطه هامه انه في تغيرات فيزيولوجيه بتصير عند المراه لما بتصير حامل. اوكي. هلا هي التغيرات على الغالب غالبا بنقول سببها بالبدايه هو هرمون بروجستيرون اللي موجود اثناء الحمل. وهسه ممكن في اسباب ثانيه كثير ما بنعرفها. هلا لما بيتقدم الحمل بنقول بقى اسباب التغيرات اكثر ما هي هرمونيه هي بقى صارت ديناميكيه، بمعنى انه عم يزداد حجم الرحم يلي موجود جواته الجنين، عم يعمل ضغط على الاجزاء السفليه من الجهاز المفرغ. نحن عندنا شيء اسمه الجهاز المفرز اللي هو الكليه وبقيه بقى الحالب والمثانه والاحليب بلا بلا هي انه الجهاز المفرغ للمرأة الحامل. فلهالأسباب هي بتزيد عندها نسبة تعرض للالتهابات البولية. هلأ الالتهابات البولية هي الحقيقة معدل حدوثها عالي بس يمكن نحن ما بننتبه لها كثير، وإن معدل الحدوث العالمي لها حوالي 8%. يعني إذا جبنا 100 مرأة حامل هلأ 8 منهم رح يكون في عندهم شيء اسمه، وأرجو الانتباه كثير لهالجملة اللي رح أقولها، في شيء اسمه بيلة جرثومية لا عرضية. نعم. يعني بفحص البول في جراثيم ولكن ما في أعراض. هي حوالي 8%. النسبة تتضاعف حوالي 3 مرات إنه بيلة جرثومية وعرضية. وعرضية. تمام. إذا هو الموضوع كتير كتير مهم نسبته عالية. هلأ إذا برجع للبيلة الجرثومية لا عرضية قلنا إنه في 8 من أصل 100. من هدول 8 ربعهم يعني 2 صرنا 2 من أصل 100 يلي بيتطور لعندهم لشيء كتير غليظ بالحمل اسمه التهاب حويضة وكلية. بمعنى التهاب حويضة يلي صرنا بقى بالكلية. الحويضة هي جزء من تشريح الكلية. هون بنفوت مرحلة الآلام كمان. الآلام والإنذار والتدبير بقى هون. لأنه ممكن التهاب بول عادي جرثومي عادي سواء كان عرضي أو لا عرضي يطور خلال عدة ساعات لشيء اسمه التهاب حويضة وكلية. هلأ وين نوعا ما خليني أقول الريسك فاكتور بالموضوع، العامل الخطورة بالموضوع، هو أنه بنوعية الجرثومة حوالي 80% من المصابات فيهم حوامل المصابات بيكون بجرثومة اسمها الإيكولاي الإشريشيا الكولونية بهالتسمية هاي. هلأ هي تتصف، هي تتصف الإيكولاي انه هي تطلق ذيفان داخلي او تسميه سم داخلي. هذا يؤدي الذيفان تبعه انه قد يدخلنا بشيء اسمه صدمه انتانيه لا على الاقل للحامل، وبالتالي انذار يكاد يكون سيء او جدا سيء ببعض الحالات الشديده للجنين يلي ببطنه. فإذا نحن أمام حالة كتير مهمة. يعني دكتور رح أحكي لك شيء يمكن شيء شايفينه إنه منلاحظ كتير أطفال يعني
بس تولدهم امهاتهم انه فورا هذا الطفل عنده انتان يا تنفسي يا سحايا او غيره من الامراض اللي هي بتجي مع الطفل، بيقول امتى لحق يتعرض لهي العدوى. صحيح. وبعد الدراسه بيقولوا غالبا انه عند الام كان في عندها التهابات بوليه. شو سبب انه ممكن ينتقل هي الانتانات ويكون لها تاثيرها على الجنين؟ تماما. هلا هو منقول انه في لقط انتان الجنين، صحيح الكلام، ولما صار وليد اوكي. غالبا انتانات بوليه، ولكن قد يكون اي انتان اصيبت فيه الام، ولو ببعض الاحيان انتان خفيف عابر ما شعرت فيه. فلذلك انه نحن بنعمل، بدنا نقول نعمل شيء اجراء اسمه سكرينينج مسحي، هلا بمعنى فحص البول. طيب انا بهالحاله هي نحن ما بنقول نعمل اجراء مسحي، السبب منه انه كل حامل لها خصوصيتها، بس انا برايي من خلال خبرتنا الشخصيه انا بقول انه على الاقل الحامل اللا عرضيه، يعني ما عم تشتكي من اعراض حمى، حراره، اشعريه، برديه، اللي هو شويه اعراض بوليه مرافقه مع الم بالخواصر، انا بقول انه لازم تعمل على الاقل خلال فتره الحمل 3 مرات فحص بول وراسب. هلا بلس هون بدي اقول نقطه مهمه كثير، انه اذا كانت عرضيه لازم نشتغل هذا الشغل، وبناء على النتائج بنتوجه للعلاج. طيب ولكن هون بدي اقول اذا في بقى عوامل خطوره ثانيه مضافه، بمعنى بلشنا نشوف ارتفاع ضغط شرياني عم يترقى، بلشنا نشوف وذمات بالاطراف، او بلشنا نشوف بفحص البول كميه من البروتين او الناس اللي بسموه الزلال، في مع زلال بالبول، انه كميه من الزلال اعلى من الحد الطبيعي، هون لازم كتير يصير في عنا ريد لامب، يعني ضوء احمر يضوي بدراسنا كاطباء، انه نحن قدام حاله اتس تو سيريس، لازم ننتبه له وندبرها بسرعه. نعم سيدتي. يعني هلا دكتور، دائما الالتهابات النسائيه احيانا بيرجعوا سببها لانه في التهاب بولي فاثر على هذا الشيء وصار التهابات نسائيه. لاي حد ايضا، خلينا كمان نخصص المراه الحامل، انه المراه الحامل اكثر عرضه للالتهابات من المراه العاديه؟ هلا الحقيقه سالي بدي اقول شغله مهمه كثير، انه بسبب القرب التشريحي بين الجهاز المرأة البولي والنسائي، وبالحالتين جهاز المرأة النسائي والبولي بفترة الحمل بصير في عليه تغيرات هرمونية تؤدي بقى أنه يصير في عنا نسبة إصابة أعلى بالالتهابات النسائية اللي ممكن تطلع بولية، والالتهابات البولية ممكن تنزل نسائية. فلذلك علاج اثنين، وخاصة أنه بالحالات البسيطة العلاج هو يكاد يكون تدبير منزلي، يعني تدبير منزلي بإجراءات بسيطة، مغاطس ومي وبابونج وبلا بلا بلا. أوكي. فإذا أنه هي الحالة متجاورة، هاد بيودي لهاد وهاد بيودي لهاد، فلذلك أنا بقول من الحصافة الشديدة من الطبيب أنه يدبر الالتهابين سوا، البولي والنسائي، وبخاصة في حال ظهور أعراض، متى ما في أعراض دبر. هلأ بدنا نقول إن اتفق أنا وياكم ميسان وسالية على شغلة مهمة، يلي هي إنه بفرض أنا وياكم قاعدين بالعيادة وإجت لعنا مريضة سيدة حامل عم تشتكي من عرض أو من مجموعة أعراض بولية وهيك، أول شيء بده يخطر بالنا هو مثل ما بنعرف أنا وياكم إنه الكلاسيفيكيشن، حطها بتصنيف، هل هي تصنيف هاي ريسك عالي الخطورة ولا لو ريسك. طيب بدي أفكر فيه انه هل هي الافه هي موجوده ما قبل الحمل، بمعنى انا عم دبر حامل عندها اصابه سابقا بوليه بجهاز البولي، ولا حاله لا انه هلا صارت اثناء الحمل، لانه بيفرق كثير هون التدبير، لانه على الاقل الطبيب بيحطها براسه انه يضل منتبه للقصة هاي. شو الفرق اذا كان حامل للجرثوم قبل الحمل او اذا كان بعد الحمل؟ لا انا هون مو بس عم بحكي عن الجرثومه، عم بحكي انا عن افات الجهاز الكلوي بشكل عام، عن افات الكلوي او النفروز، ولكن اذا كان عنده التهاب او في بسوابق الحمليه السابقه انتانات بوليه، وسؤال ميسان كثير مهم بتشكرك عليه سيدتي، انه اذا كان في انتانات بوليه سابقا موجوده عندها بحموله السابقه، انا معناته ممكن فكر كطبيب اذا هلا شفناها انا وياكم انه في عندها التهاب بولي، طبعا اول شيء بدي ادبر تدبير حاد للحاله، بعدين ممكن نعطي جرعه صيانه، بمعنى انه نفكر بقى نعطي انتي بايوتيك او مطهر مجاري بوليه مدى الحمل. ثانيا نقطه مهمه كثير بنفكر فيها،
عملنا لها نحن هلا فحص واستقصاءات وطابت، بنبدا بنعمل مسح وزروع ثاني لها. نعم. لقينا في نقص معناته دخلت بتصنيف يساوي معالجه كل فتره الحمل. اذا هون الموضوع جدا هام. الشغله الثالثه اللي بدي اقولها انه انا بدي افكر بشيء اسمه البروجنوسيس، الانذار. شو الانذار؟ الانذار للمراه الحامل والانذار بالنسبه للجنين. برجع للشيء اللي ذكرتيه قبل شوي انه هالجنين طيب هذا صار وليد ما لحق اتعرض لشيء ولا لقط لشيء، منين جاب انتان لقط انتان، منين ادى انه يصير عنده شيء اسمه نقص نمو ضمن الرحم، وهي حاله ما بنتمنى لا اي طبيب ولا اي حامل يواجهها. نعم. نقص النمو ضمن الرحم لانه من الحالات المحيره بالتدبير، ما كثير محيره ولكن جزء من التدبير اللي هو انهاء الحمل تحديد موعد الولاده، هي حاله جدا جدا يعني ما بعرف كيف بيكون الله يعون الطبيب يلي بيواجه هيك حاله، لانه امتى بده يقرر يولد، واذا ولد ما كان في نمو كافي للجنين. صحيح. لرئتينه بده يدخل حاضنه، يعني كثير كثير الموازنه كثير 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 صعبه. صحيح، صعبه كثير. لذلك انه هون يعني هون دور التيم، العمل التيم هون استشارات تكون بين مجموعه يعني لازم يكون هون الام هي تدير بالها، المراه الحامل طبعاً. هي تدير بالها على حالها وهي تكون عارفه انه هي لازم تتابع حالها، يمكن تذكر احيانا الطبيب بانه انا ما عملت هذا الفحص، انا ما عملت يمكن هذا التحليل، لانه لازم هي تكون متابعه لنفسها اكثر ما الطبيب متابعه لها. يمكن ان شاء الله ما نوصل لهالمرحله انه المريضه تذكر الطبيب انه انا في هو بما انه هلا كله زهايمر حتى الاطباء اي طبعا طبعا على الستريس. لا قصدي انه هي يمكن لازم تكون مهتمه بنفسها اكثر، انه هي بس هي مسؤوله، هي تنتبه للاعراض، تنتبه للاعراض وتراجع الطبيب لما بيكون خارج موعد زيارته الدوريه له، تراجع للطبيب اذا بلشت تظهر عندها اعراض وبخاصه اذا كان في عندها سوابق. فلذلك هون بس الانتباه البسيط، حتى ما في مانع لما تروح لعند طبيبه بخارج اوقات الزياره الدوريه تروح هي لحالها عامله فحص بول وزرع واخذت له. بس دكتور نذكر بين قوسين انه ادويه الانتيبيوتيك بالحمل هي عاديه، لانه هي يمكن في فوبيا عند النساء الحوامل. خلينا نحكي بهذا الموضوع. اكيد اكيد هي مو اي نوع انتيبيوتيك، اكيد مضادات الحيويه، في مضادات حيويه هي بتجوز ما تكون امنه بالثلث الاول، بعدين فينا نستعملها بالثلث الثاني او الثالث الحمل، في منا امنه من اول الحمل فينا نعطيها حتى لما بعد الولاده. نعم. بحوالي اسبوع، فلذلك لا ما في هي الخوف هذا لازم يموم من راسهم. يعني لا يهمل من الحديث معك دكتور اكرم. خلصنا. ما للاسف والله لانه في مشاهد عم يقولوا لنا للاسف يعني لانه انا مبسوط لاني معكم ونحن مبسوطين كثير وحابين لسه في معلومات ناخذها اكثر، ولكن خلينا نشوق هيك المشاهدين لمعلومات ثانيه. بدنا نشكر وجودك معنا دكتور اكرم الاحمر، ونهارك سعيد. ونهاركم اسعد يا رب. شكرا لك دكتور وللمعلومات يلي قدمت لنا اياها. هون ميسان بتكون حلقتنا وصلت لختامها، بدنا نتمنى لمشاهدينا بقيه نهار يحمل كل الدفى بالقلوب رغم شح الوسائل تبع التدفئه وايضا انقطاع الكهرباء الزائد، يعني الحاله على الجميع، ولكن ان شاء الله يا رب انفراجات قريبه لجميع الازمات. ضلوا بالف خير. ضلي بألف خير ميسان. ضلي أنت بألف خير يا رب سالي. اليوم ديري بالك حالك، دفوا كتير منيح، بدنا نقلكم بهالبردات ومع بداية يمكن موجة البرد الجديدة. إن شاء الله يا رب هالنهار يحملكم كل الخير والصحة والسلامة. ديروا بالكم على حالكم خصيصا بظل جائحة كورونا، صار لازم نهتم بصحتنا بشكل أفضل. نلتقى معكم بحلقة جديدة بكرة. إلى اللقاء. باي.